حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن فتية آمنوا بربهم كتموا الإيمان في قلبهم اتقابلوا يوم مع بعضهم وكان معاهم كلبهم في الكهف دخلوا كلهم وفضلوا يدعوا قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن عبد صالح كان حكيم قبل النبي موسى الكليم قال له حكون الصابرين علمني من علم اليقين خرم السفينة في قلبها وكان هيهلك أهلها فعل زاد الغضب قال له الحكيم أنا قلت لك صعب تكون الصابرين مهما حصل قدام عينيك فوق كل علم أكيد عليم أكيد عليم حكايات وقصص فيها ألف عبرة ودرس عن ملك ذي القرنين كان عادل كان حكيم سوا بين الصدفين فصل بينهم بسد متين قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. جادل موسى الخضر حتى يقنعه باصطحابه ليتعلم من علمه، وقال له الخضر: يا موسى، إن لي علما أنت تجهله ولن تستطيع معي صبرا، لأن الظواهر التي ستحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطي لك تفسيرا. وربما رأيت يا موسى في تصرفاتي ما لن تفهم له سببا أو تدري له علة. فتحمل موسى كلمات الصد القاسية من الخضر الذي يعلم أن موسى مندفع في تصرفاته وأقواله، وأنه لن يصبر على أفعال الخضر التي لن يفهمها.
وكان شرط الخضر الذي قبله موسى ألا يسأله عن أي شيء حتى يحدثه عنه. وكانت بداية الرحلة المليئة بالأعاجيب. إليانا إليانا، إليانا إليانا، يا إليانا. عزرا، هل جننت؟ ماذا تريد؟ وكيف تجرؤ على المجيء هكذا ليلا؟ لم أستطع النوم وأنت غاضبة مني. ألم يكفك فضيحة اليوم عند البئر؟ قولي إنك سامحتني وسأنصرف. هيا قوليها، هيا. إليانا إليانا، انصرف الآن بسرعة. هيا هيا. كلا، قوليها أولا. سامحتك يا عزرا، هيا قولي. يا إليانا. نعم يا أمي، إني آتية. إليانا انتظري. إليانا. تعال تعال. حاضر يا أمي. أحلم باليوم الذي نسدد فيه ما علينا من دين ثمناً لهذه السفينة. نحن نقضي نهارنا بالعمل على نقل الركاب من ضفة لأخرى، ونقتصد في أكلنا كي نوفر النقود. علينا أن نضاعف من عملنا، ومن اليوم سنعمل قسطاً من الليل. اكتمل العدد، هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا. لقد رحل عنا موسى ولا نعرف متى سيعود. ولكنه ترك معنا هارون، فهو وزيره ومن ينوب عنه. هارون أضعف من أن يسوس بني إسرائيل. من هذا القادم من بعيد؟ لقد عاد يوشع. يوشع 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 عاد. قد عاد يوشع قد عاد يوشع يوشع عاد. هل تسمع يا أبي؟ لقد عاد يوشع. وماذا عن موسى؟ ألم يعد معه؟ دعوني أستطلع الأمر. يوشع، أين كنت يا يوشع؟ أين كنت يا يوشع؟ أين كنت يا يوشع؟ ولماذا لم يعد موسى معه؟ لماذا؟ لماذا يا يوشع؟ أهلاً أهلاً، سيحدثنا عن كل شيء. ولدي ولدي يوشع، عدت إلي ثانية يا حبيبي. هذا كل ما في الأمر، ثم تركه وعاد. إنها حكاية عجيبة حقاً. ومن هذا الرجل الذي ذهب موسى بحثاً عنه؟ والأعجب، هذه السمكة التي ردت إليها الحياة. سيعود موسى قريباً ويحكي لنا كل شيء.
بينما كان موسى والخضر عليهما السلام يقفان على ضفة البحر، أتت السفينة فكلموا أصحاب السفينة أن يحملوهما، فركبا مع الراكبين. إنه عبد الله الصالح، لا تأخذ منهما أجرا. تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك، عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا. فلننطلق على بركة الله. هيا 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 فلننطلق على بركة الله. هيا هيا هنا. انطلقت السفينة وجاء عصفور فوق حرف السفينة ونقر من الماء نقرة أو نقرتين، فهكذا يشرب العصفور من البحر. ولا ننسى أن البحر يطلق على النهر والبحيرة كذلك، ودليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فقال الخضر منبها موسى عليه السلام إلى سعة علم الله تعالى: قال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم المخلوقات إلا كما شربه هذا العصفور من البحر. ثم عمد الخضر في غفلة من أصحاب السفينة إلى لوح من ألواحها ونزعه من مكانه، ثم نزل من السفينة قبل أن يشعر أصحابها بما فعل الخضر بها. في أمان الله أيها العبد الصالح. فوجئ موسى بأن أول ما يراه من الخضر بعد أن رست السفينة وغادرها أصحابها بما فعله من خرق السفينة، وسأله مستنكرا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لقد حملنا أصحاب السفينة من غير أجر إكراما لك، وها أنت ذا تخرق السفينة وتفسدها. كان تصرف الخضر من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. فقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعلم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه، ويعتذر موسى بالنسيان ويرجو ألا يؤاخذه. قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.